اولا شكرا لكم على تغطية هذا اللقاء ديال اليوم. اللقاء ديال اليوم هو تيجي في اطار الوفاء لهاد الشهداء لحياة اللي حنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نحيي في كل سنة الذكرى ديالهم. هم حاضرين في قلوب كل الكونفدراليين والكونفدراليات، واللي الكونفدرالية تطالب دائما في كل لقاء وفي كل ذكرى كنطالبوا بكشف الحقيقة، بكشف الحقيقة على هذا الواقعة وهذا الحدث التاريخي اللي وقع في المغرب، واللي مازال الملف ديالهم ما عرفش الطريق ديالو إلى الحقيقة وإلى توضيح الدولة على هذا. وكذلك كنحتجوا على هذا الوضع ديال الدفن ديالهم بهذه الكيفية، اللي هما ممنوعين من زيارة الأقارب ديالهم، اللي هما ممنوعين من كل التقاليد ديالنا كمسلمين في الزيارة ديالهم. لذلك احنا كنطالبوا الدولة باش انها تراجع القرارات ديالها وتنقل هاد الناس الى مقابر اللي باش يتسنى العائلة ديالهم انهم يزوروهم وانهم تعطاهم تاهما الحق ديالهم وما تبقاش الجثامين محاصرة في هذا المكان. شكرا. اليوم 20 يونيو كونفدرالية الديمقراطية للشغل دعات الى تخليد الذكرى ديال 20 جوان، ذكرى ديال الاضراب العام اللي سقطوا فيها شهداء، عدة شهداء. كنعتبروا بانه هذه لحظة تاريخية اللي كنطالبوا فيها دائما بالحقيقة، بكامل الحقيقة في هذا الموضوع ديال 20 جوان والضحايا ديال 20 جوان. وكذلك كنطالبوا بالإنصاف ديال عائلات الضحايا اللي مازال لحد الساعة كيطالبوا بإنصافهم وجبر الضرر كذلك. ولكن كذلك أساسا من أجل التأكيد على أن الاحتقال الاجتماعي اللي كان في اللحظة وفي السياق ديال 20 جوان مازال قائم اليوم، وربما التاريخ يعيد نفسه أنه كنعيشوا لحظة كذلك ديال الهجوم على القدرة الشرائية ديال المغاربة، لحظة كذلك ديال الغلاء ديال الأسعار بشكل غير مسبوق وارتفاع نسب التضخم. لهذا المقاربة الأمنية ما عمرها ما عطات نتيجة. المقاربة الاجتماعية والإشراك والحوار المنتج والمسؤول هو اللي ممكن أنه يجاوب على الإشكالات الاجتماعية. لهذا ككونفدرالية ديمقراطية للشغل واستمارا برنامجها النضالي، فاليوم كذلك تحيي هذه الذكرى من أجل أنها تبعث رسائل جديدة أنه يجب التعامل بجدية بمسؤولية وبوعي مع اللحظة اللي كنعيشوا من أجل أنه نضمنوا لأبناء شعبنا وبناته شروط ديال العيش الكريم، وعلى رأسها طبعا التعليم، الصحة، يعني قدرة شرائية اللي تسمح لهم أنهم يعيشوا في مستوى مناسب. شكرا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.